قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحرير الأرض من المشركين شيئا فشيئا. هذه الآيات نزلت في بيان أن الأرض في جزيرة العرب كانت كلها للمشركين يعيثون فيها فسادا، وضغطوا على المسلمين وعذبوهم وآذوهم حتى أخرجوهم من ديارهم، ثم قيض الله للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم، ثم يسترد الأرض من المشركين فينقص الله أرض المشركين شيئا فشيئا. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يخاطب الله الكفار المتألهين المتسلطين والعابدين لغير الله تبارك وتعالى. ما لهم؟ أعطلوا عقولهم؟ أولم يروا رؤية فكرية تشبه الرؤية العلمية أنهم طغاة في أرض الله، متسلطون على عباد الله في أرض الله، وأن الله سبحانه وتعالى يقول أن نأتي الأرض التي تقع تحت تسلطهم ونفوذهم، فنقلص نفوذ المشركين على نواح منها، ونبسط نفوذ المسلمين عليها أرضا بعد أرض وقطعة بعد قطعة. وانظروا أيها الإخوة المؤمنون، المجرم المتأله عندنا كان يحكم سوريا كلها، ثم ثار الناس بأقوالهم يريدون الحرية، فبدل أن يصلح الأمور ويترك لهم الحرية كاملة أو جزءا من الحرية حتى يعيشون كبني آدم، تسلط عليهم بالقتل والإرهاب بكل أنواع الأسلحة. تدرج الأمر في السلاح الخفيف يقتل به الناس في المظاهرات، ثم شيئا فشيئا الأسلحة الثقيلة، ثم تخريب البيوت، ثم الطائرات الحربية، ثم القنابل المحرمة، وأهل الإجرام شركاء معه يسكتون عنه. مع هذا بدأ الناس وهم مضطرون إلى ذلك أن يدافعوا على أنفسهم عن أنفسهم، فبدأوا يقاومون بالسلاح الخفيف، ثم غنموا سلاحا آخر أكثر من المشركين، وأخذوا جزءا من الأراضي، ثم أخذوا أكثر وأكثر، وقلص الله أرض المشركين شيئا فشيئا. قالوا: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني ينقص الله الأماكن التي يتسلط عليها الكفار شيئا فشيئا، وتكون في أيدي المؤمنين أصحاب الأرض الحقيقيين، والله يحكم لا معقب لحكمه. هكذا حكم الله، أن الله ينصر المظلومين، ينصر الضعفاء، فلا رد لحكم الله ولا لقضائه. فإذا قضى على هؤلاء المتسلطين بالقتل أو بالأسر أو بأخذ الأرض من أطرافها شيئا فشيئا منهم حتى يذلوا ويخضعوا أو يقتلوا أو يحاسبوا، لا ندري ماذا يحصل بعد ذلك. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرينا فيهم يوما أسودا. والله سريع الحساب، أي هو سبحانه وتعالى يحصي أعمال عباده، وسيأتي حسابهم سريعا، حسابهم في الدنيا، لأن الله وعد أن ينصر أهل الحق، نرجو أن يجعلنا من أهل الحق ويجمع شمل المسلمين.
والله وعد أنه سيعذب الكفار في الآخرة المتسلطون، فهو سريع الحساب وكل آت فهو سريع، كل ما يأتي فهو قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقد مكر الذين من قبلهم. ألا يعتبرون؟ ألا يعتبرون بالطغاة قبلهم، طاغية مصر وطاغية ليبيا وطاغية تونس الذي كان لا رد لحكمه في أرضه التي يعيش فيها فسادا، كل واحد من هؤلاء، ومع ذلك دمرهم الله بأيدي أصحاب الأرض وبمساعدة غيرهم بأي طريقة كان، إنما زالوا. والأمم قبلهم الذين تسلطوا في الأرض وبغوا، أين نيرون؟ أين المتسلطين؟ أين زعماء العرب المشركين أبو جهل وأبو سفيان؟ راحوا ذهبوا. وهؤلاء لو اعتبروا أنهم يمكرون مثل مكر من سبقهم، وقد دمر الله مكر هؤلاء السابقين فسيدمر مكرهم، فلله المكر جميعا، هو مطلع على مكرهم وسيدمره. أتعلمون أيها الإخوة من مكر هؤلاء الذين يتسلطون علينا ويبذلون كل جهد وكل سلاح في قتلنا وتدمير بيوتنا وتدمير بنيتنا التحتية، أتدرون أن الله أبطل مكرهم؟ كانوا يمكرون ليجعلوا خطاً مستقيماً من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، حزب اللات في لبنان، يجعلونه خطاً شيعياً يفصلون يقسمون به العالم الإسلامي إلى قسمين، ويفصلون العالم الشمالي عن دول الخليج وبقية العالم في آسيا الوسطى. فأبطل الله مكرهم عندما ثار الناس في سوريا. والله أيها الإخوة، هذه الثورة في بدايتها ليست ثورة إيمانية إسلامية قام به المسلمون، إنما هكذا اعتباط، تسلط الناس وتسلط الطغاة على الناس وعلى أولاد الناس في حوران، دفع الناس لأن يهبوا ويدافعوا عن أولادهم ويتحدث، بدل أن يسووا الأمور بالحكمة ويصلحوا شيئا من الأمور أفسدوها أكثر، فقتلوا وآذوا ظنا منهم أنهم بالإرهاب يخضعون الناس، فكشفوا أنفسهم، كشفوا أنفسهم أنهم مجرمون مع الكفر، ما حد كفرهم، هم أظهروا كفرهم، هم أظهروا كفرهم. الشيعة في العالم اليوم أيها الإخوة كشفوا أنفسهم أنهم متسلطون ظالمون، لو كان دينهم دين الحق لانتشر بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن المسلمون لا نريد إلا الحرية، فإذا وجدت الحرية سينتشر الحق لأننا على الحق، لا ندعو الناس إلى أن يكونوا عبيدا لنا، ندعو الناس لأن يكونوا عبيدا لخالقهم ويتحرروا من العبودية للمخلوق. فلو أن الشيعة دينهم دين الحق لما استعملوا الإرهاب ليدخلوا الناس تحت سلطانهم ويذلونهم، وباءوا بالفشل، وأتى الله مكرهم فأفسد مكرهم، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. يعلم الله تبارك وتعالى ما تكسب كل نفس، سواء أكان كسبا ظاهرا أو كسبا باطنا، لأن هؤلاء باطنية يتظاهرون أنهم من المسلمين، وأثبتوهم أنهم ليسوا من المسلمين لأنهم يحملون السلاح على المسلمين ولم يحملوا فلقة واحدة على المشركين وعلى الكفار من أعداء المسلمين الذين اغتصبوا أرضهم في فلسطين، بل فعلوا بنا كما فعل اليهود بنا في سوريا، كما فعل اليهود في الفلسطينيين، شردونا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في البلاد الإسلامية والعربية حتى يفرغوا الأمر لهم ويخضعوا الناس لسلطانهم. لن يخضع الناس لسلطانهم بعد أن عرفنا حقيقة الحق، وهو أن الذي حل بنا بسبب خضوعنا للمخلوق، فلنتحرر من هذا المخلوق، لنتحرر من هؤلاء الطغاة ونكون عبيدا لله تبارك وتعالى، فتنصلح الأمور وينصلح العالم بإذن الله، هذا العالم الذي يتسلط علينا عن طريق هؤلاء الطغاة، نسأل الله أن يحررنا منهم. وسيعلم هؤلاء الطغاة أن مصيرهم عندما تأتي ملائكة الموت لقبضهم بعذاب في الدنيا أو بدون عذاب في الدنيا، سيعلمون أن لهم العاقبة السيئة في الدار الآخرة، نار جهنم التي لا يخرجون منها ويخلدون فيها أبدا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررنا من الطغيان، وأن يحررنا من الظالمين، وأن يجعل لنا مخرجا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.